السلام عليكم ورحمة الله وتحياتي لكل أصدقائي إخواني بكل دول العالم. طبعا يا إخوان راح المزح وبلشت جد وبلشت الأفاعي بالانتشار، وعنا عدة لدغات وعنا حالة مخترة جدا. قفع فلسطين كرسته 4 مرات بإيده، انتفخ جسمه ضعف 3 مرات، وضعه مخطر. شاب من غزة اسمه مدحت، قريبا راح أنزلكم تفاصيل عنه. أتمنى إنه يتشافى ويتعافى. والافاعي فقفع فلسطين بالذات انتشرت انتشار قوي. بتمنى السلامة للجميع. وزي ما انتم شايفين قبل ساعة اجيت لقيت شاب ماسك الافعى هاي في دير بزيع هون جنبنا، وشوفوا فيش جايبها في سطل وحاطط عليها بلاطة. ولما فتحتها الافعى طلعت افعى فلسطين، شوفوا مضخمها شايفين. فانا بقول للشباب انا انتبهوا، انا يا اخوان ما بدي اجيبه. يا ساتر طلعت، ما طلع الحارة نشطة جدا. ارجع ارجع. المهم الافاعي حركتهم سريعة، السم فيهم مليان، قرصاتهم بتكون هسا شوي قوية، نشاط راح يكون كمان شوي، راح نشهد حالات لدغ اكثر كمان ايام. من هان لشهر ونص راح نشهد عدد كبير من اللدغات. اتمنى السلامة. طبعا يا اخوان بدي اقول لكم نصيحة، لا تلعبوا بالافاعي وتمسكوها بتاتا، لانه عنا زي ما بتعرفوا التحويلات تم ايقافها بتاتا. كان زمان اللي ينقرص وينحقن المضاد الكوكتيل ما يجاوب معه يتم تحويله للمستشفيات اللي فيها المصل المضاد الاصلي، لكن هسه توقف التحويل بتاتا. عشان هيك كنت انتبهوا، يعني لا سمح الله واحد انقرص من افعى فلسطين تحويله بدك تتحول، راح تتحول على حسابك تكلفة التحويل 100,000 شيكل اول ما تدخل المستشفى. فعشان هيك ديروا بالكم واحضروا. اتمنى السلامة للجميع. في ناس بحبوا يمسكوا الافاعي، وانتم حرين. في ناس بتقول لك يعني انت بس تمسك الافاعي، لا انتم حرين، بس انا بقول لكم انتبهوا وديروا بالكم، وان شاء الله السلامة للجميع. وهاي هالكيت زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم الحية، طلعوا مضخمها افعى فلسطين. وكيف يعني انا منيح اللي ما انقرصوا الشباب. وانا زي ما قلت لكم يا اخوان لا تلعبوا ولا تمسكوا ولا تجيبوا، اللي بيشوف حية يرن علي تمسكهاش، يعني ما بتلزم. زي ما بقول لكم انتبهوا كمان مرة، واتمنى السلامة للجميع. هالكيت هاي خليني اطلعها. طبعا الشابين باكين يتحرجوا، واحد يكون مش سامي وواحد غير سامي. ماسكها من ذنبها وباكي حاططها، حسب ما كل الشباب عندي انا باكيتش موجود لما اجوا. بس انا كمان مره يا اخوان انتبهوا. يا ساتر يا حبيبي يا حبيبي. انها تلدغ يا الهي، انها تقوم باللدغ شمال ويمين، مش طلع معرض والله. يا الهي كبير شايف. استنى شوي، هي هيك عريضة. أخذت لي صور لقطات. يا أفا فلسطين، أنت معبي الدنيا وين ما كنت.